ما هو اسم اللاعب المحلي تتوقعه يكون حاضر؟ والله نظن باللي كاس افريقيا تحتاج لاعبين تاع خبره، خاصة انه المنتخب الوطني مطالب يعني باش يدير نتائج ايجابيه ويمشي على الاقل الى دور نصف النهائي بناء على الاستثمارات الكبيره اللي دارتها الاتحاديه الجزائريه في على مستوى المنتخب الوطني. انا نظن باللي تواجد مبولحي وبالعمري وبلايلي ضروري في المنتخب الوطني، اضافه الى المدافع بالعيد، هذو اللي راهم يعني بارزين في البطوله. تحتاج الناس اللي لعبت كاس افريقيا، تحتاج الناس اللي تعرف افريقيا كيفاه، لسيره كاس افريقيا، لازم هذ اللاعبين هذو باش يمدوا التجربه تاعهم الكبيره للاعبين الشبان اللي استقدمهم الناخب الوطني. ولهذا يعني نظن الا بغينا باش نتوجوا بالكاس افريقيا لازم نديو لاعبين تاع تجربه وخبره اللي سبق لهم وفازوا بها ولعبوها.